بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في تكملة للدرس الثالث عندنا. نفتح صفحة 318 ونبدأ في المواقف. Vous parlez d'une action au passé. يعني أنت بتتحدث عن حدث في الماضي. Qu'est-ce que vous dites؟ ماذا تقول؟ ماضي حضور على ماضي عندي هنا في الجملة. Je fais du sport. أنا مارست الرياضة. هو ده الحدث اللي في الماضي، لأن ده مضارع، ده مستقبل. طبعا ده مستقبل. D'accord. Vous demandez à votre ami. تتسأل صديقك. Son rôle pour préparer la fête de hier. عن دوره في الإعداد للحفلة أمس. Que dit-elle؟ ماذا هو يقول؟ هو بيقول إيه؟ طبعا انا بتكلم عن امس، فهيقول جاشيتي لي بالون، يعني انا اشتريت البالونات. داكور. فو ديكريفي لا فيت، انت بتوصف الحفله. دو فوتر انيفرسير، حفله عيد ميلادك. كيس كو فو ديت، ماذا انت تقول؟ فطبعا بتقول ستان فات، انها حفله. ها ستان فات improvisé، انها حفلة غير متوقعة. ده وصف الحفلة عندنا، لان مفيش جملة هنا. طبعا دي البداية، دي انا دعيت اصدقائي، دي عيد ميلاد سعيد. وصف الحفلة هو ان انا بدي صفة للحفلة، فكلمة improvisé يعني غير متوقعة او ارتجالية. votre ami صديقك vous demande، بيسألك او vous avez organisé la fête، اين نظمت الحفلة؟ عايز المكان هنا، لان هو سأل بإيه؟ بأو، فهقول شموا يعني عندي. votre ami vous demande vos activités le week-end dernier. لاحظ طبعا على كلمة dernier، نركز عليها. votre ami يعني صديقك بيسألك عن أنشطتك في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. كاسكيل دي، ماذا هو يقول؟ طبعا لابد يسألك عن عطلة نهاية الأسبوع الماضية وفي الماضي، يبقى أين ها أتي باسي لو ويكوند، يعني أين قضيت عطلة نهاية الأسبوع الماضية. يبقى هو بيسألك في الحالة دي عن الأنشطة الموجودة عندك. طيب فو ديموندي فوتر أمي، أنت بتسأل صديقك بوركوا إلى مانجي بوكو دو ديسير، ليه هو بياكل كتير من الحلويات. هو هيقول لك إيه؟ هيقول لك طبعا الحلويات ليست لذيذة، ولا الجاتو بيكون جيد. طبعا ايه، هي دي الإجابة الصحيحة، لجاتو سون بون. طبعا انا مش جعان، او انا لا اريد ان اكل شيئا، مش هتبقى الجمل دي عندنا موجودة في الإجابة بتاعتنا. فوتر امي صديقك فو ديموند، بيسألك افي كوا، بأي شيء. فو زافي ديكوري لا فيت، زينت الحفلة. يبقى انا وضحت الترابيزه، ولا انا اعديت العشاء، ولا احضرت المشروبات، ولا اشتريت بالونات. طبعا زينه ديكوراسيون، يبقى انا محتاج بالون. vous avez passé une bonne soirée hier، يعني انت قضيت سهره جميله امس. qu'est-ce que vous dites، ماذا انت تقول؟ فبتقول طبعا je me suis bien amusé، انا استمتعت كثيرا او تسليت كثير. votre mère prépare du bon plat، يعني والدتك بتعد اطباق جيده. فانت طبعا بتقول هي بتعرف الطبخ، او هي بتعرف تطبخ. يعني فو ديموندي ا فوتر امي، انت بتسال صديقك سكيل في اوسكار بارك، ماذا فعل في ساحه التزلج. فهو طبعا هيقول لك جو في ديسكات، وحافظ على زمن الجمله اللي هو ماضي، وفي الاجابه ماضي هنا عندنا. الجملة الأولانية votre ami a reçu avis de bonne note، يعني صديقك نجح بدرجات عالية. فأنت هتقول له إيه؟ طبعا هتقول له bonne recette. votre ami صديقك s'informe بيستعلم sur le travail de pâtissier، عن عمل الحلواني. qu'est-ce que vous dites، ماذا أنت تقول؟ فأنت بتقول له طبعا هو بيعمل حلويات. La fête, la hafla, a commencé à 21h et vous êtes arrivé à 20h. Que dites-vous؟ ماذا تقول؟ طبعا الحفلة بدأت هتبدأ
أو بدأت في الساعة التاسعة، أنت وصلت الساعة الثامنة مساء. وطبعا بتقول أنا وصلت مبكرا، je suis arrivé en avance، يعني أنا وصلت مبكرا. Vous demandez à votre ami، أنت بتسأل صديقك، ce qu'elle fait pendant la fête، ماذا فعل أثناء الحفلة؟ هو هيقول لك إيه؟ هيقول لك طبعا je chantais، يعني أنا غنيت. Votre ami, صديقك vous demande, بيسألك l'heure de la fête، عن ميعاد الحفلة. Qu'est-ce que vous dites، ماذا أنت تقول؟ طبعا هو بيسأل عن الميعاد، كلمة heure معناها ميعاد، heure، فهقول له c'est à 22h، الساعة العاشرة. Vous expliquez pourquoi vous avez une mauvaise humeur، أنت بتشرح أو بتفسر لماذا أنت مزاجك سيء. Qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول؟ فتقول له j'ai très mal au ventre، أنا عندي ألم في البطن. فالكده ده برضه je très mal au ventre، يعني أنا عندي ألم في البطن. في الجملة اللي بعدها مكتوب vous demandez، أنت بتسأل à votre ami ses activités à la montagne، صديقك عن أنشطته في الجبل. فبيقول j'ai fait du ski، أنا أمارس التزلج. Vous demandez، أنت بتسأل votre ami ce qu'il mange au déjeuner، ماذا يتناول في الغداء. Qu'est-ce qu'il dit، ماذا هو يقول. شوف ماذا هنا، هو بيتناول إيه في الغداء. فطبعا هدور على أكلة في دولا بيتزا، البيتزا. Vous demandez à votre ami، أنت بتسأل صديقك ce qu'il a fait، ماذا فعل في عطلة نهاية الأسبوع. فانت هتقول له ايه؟ تي في كوا، ماذا فعلت في عطلة نهاية الأسبوع. لا مير فو ديموند، يعني الأم تسألك او فو زافي بري لو ديجينير، أين تناولت الغداء. كاس كال دي، ماذا هي تقول. فهي طبعا هتقول لك كال بلا، أي طبق تناولته، ولا هتقول لك أين أنت ستتناول، ولا أين أنت اتغديت. يبقى هي دي أين تناولت الغداء، يبقى دي في الماضي عندنا. فو بارلي، أنت تتحدث دي فو تاش مينوجير، عن مهامك المنزلية. فأنت بتقول جي باسي لاسبيراتير، يعني أنا شغلت المكنسة. جي باسي لاسبيراتير، أنا شغلت المكنسة. Vous demandez à un ami، أنت بتسأل صديق son rôle، عن دوره à la préparation، في الإعداد de la fête، للإعداد للحفلة. فبتقول له طبعا tu fais quoi، يعني أنت عملت إيه pour préparer la fête، للإعداد للحفلة. الجملة اللي بعدها vous expliquez la raison de votre retard، يعني أنت بتشرح سبب تأخرك. فبتقول à cause du mauvais temps، بسبب الطقس السيء. Votre ami، صديقك vous demande، بيسألك او vous faites les courses، أين تتسوق. فأنت طبعا بتقول له à la ferme، يعني في المزرعة، ولا à la bibliothèque، في المكتبة، او gymnase، صالة الألعاب، او marché، طبعا في السوق. Vous vous informez، أنت تستعلم، sur l'heure، عن الساعة، ساعة أو معاد، de la fête، الحفلة. Qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول. طبعا بتقول متى تبدأ الحفلة، quand la fête va commencer. وكمان بتسأل، بتقول la fête، الحفلة، c'est à quelle heure، بتكون الساعة كام. Vous demandez à votre ami، أنت بتسأل صديقك à quelle heure، في أي ساعة. La fête s'est terminée، يعني الحفلة بتنتهي، تنتهي في أي ساعة. Qu'est-ce qu'il dit، هو حيقول إمتى. يبقى à minuit، في منتصف الليل، أو vers 23h، حوالي الساعة 11 مساء أو 23. Vous demandez à votre ami، أنت بتسأل صديقك ce qu'elle fait à la ferme، ماذا يفعل في المزرعة. Qu'est-ce qu'il dit، ماذا هو يقول. هو بيقول طبعا، خلي بالك من الزمن، بيقول عندنا جو جوي افيك لو لابان، يعني انا العب مع الارانب، او اطعم الحيوانات. ولاحظ فيرب نوري لمجموعة تانية طبعا، وفيرب نوري من الافعال اللي بتاخد مفعول مباشر.
vous suivez, يعني أنت تتابع نظام غذائي. Qu'est-ce que vous dites? ماذا تقول؟ بتقول أنا ما باكلش حلويات. جميلة الجملة دي. وتقول كمان أنا باكل قليلا من كل شيء. Vous demandez à un ami pourquoi il va au supermarché à pied. يعني أنت تسأل صديق لماذا يذهب إلى سوبر ماركت على الأقدام؟ فهو بيقول لك parce que le j'habite à côté du supermarché. أنا بسكن قريبا من السوبر ماركت بجانبه يعني، أو لأن السوبر ماركت بيكون قريب جدا. توبري يعني قريب جدا. Votre ami صديقك vous demande بيسألك أين ذهبت أمس؟ أين ذهبت أمس؟ كيسك فوديت ماذا تقول؟ فبتقول له امبارح بقى جو سويز علي أو كلوب، أنا ذهبت إلى النادي، أو جي فواياجي على كومباني، أنا سافرت إلى الريف. بلاحظ إن الجملة تتوافق مع زمن السؤال اللي هو الماضي اللي هو الزمن الأساسي ودرسنا في الوحدة دي. انت بتحدث عن فوتر رول دو لا بريباراسيون، دورك في التجهيز دو لا فات ايير، في التجهيز للحفله امس. انا زينت الصاله، جي ديكوري لا سال، او جي ابورتي دو بواسون، جابورتي دو بواسون يعني انا احضرت المشروبات. فوتر امي فو ديموند يعني صديقك بيسالك. Vos activités pendant le week-end dernier, عن أنشطتك في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. فأنت بتقول je suis allé à la montagne، أنا تزلجت على الجبل. أو je suis allé à la plage، أنا ذهبت إلى الشاطئ. جمل وردت في امتحانات قبل كده. Vous demandez à un ami، أنت بتسأل صديق ce qu'il va faire، ماذا سيفعل في عطلة نهاية الأسبوع القادمة. الزمن هنا مستقبل، ماذا سيفعل؟ يبقى je veux aller à la ferme. Je vais aller à la ferme. انا سوف اذهب الى المزرعه. انا مي فو ديموند بوركوا فو زيت دي موفيز اومير، يعني صديق بيسالك ليه انت مزاجك سيء. فبتقول له طبعا parce que je mal à la tête، لاني عندي الم في الراس. Vous demandez à votre ami، انت بتسأل صديقك ce qu'il fait hier à la ferme، ماذا يفعل، ماذا فعل امس في المزرعه. بلاحظ هنا طبعا كلمه hier زمن هنا محطوط في الباسي كومبوزي، فهدور على جمله ماضي، يبقى j'ai ramassé les œufs، يعني انا جمعت البيض. Vous racontez une action au passé، انت تحكي عن حدث في الماضي، فطبعا لابد تدور على جمله موجوده في الماضي وبتتكلم عن نفسك. On a donné à manger au lapin، يعني احنا اطعمنا الحيوانات. Vous demandez à votre ami ce qu'il a fait hier à la ferme، ماذا فعل امس في المزرعه، يبقى هو حيجاوبني j'ai ramassé les œufs، انا جمعت البيض. Hier Sarah regardez، انا عايزك بسرعه كده تبص، شايف regardez او في اخر الفعل avec accent to gay، يعني او عليها accent to gay، يبقى في الحاله دي الفعل ده اسم مفعول. طبعا انا كنت قبل كده اتكلمنا على ان في افعال بتاخد ات، في افعال بتاخد ابار. بسرعه انا هبص للفاعل الاقيه ساره، ساره ده مؤنث، طالما مش واخد تبعيه مش زياده حرف الاو يبقى اكيد هياخد ابار. ثانيا انا عندي فيرب ريجاردي مش من الافعال ال 14، ما هوش من الافعال ذو الضميرين. الجمله اللي بعدها نو باسي، شوف واخد تبعيه على طول جري بدور على اتر، نو سون باسي شي نوتر جران بير. بالاضافه طبعا ان انا عارف ان فيرب باسي لو جه بعده شي وبار بياخد اتر على طول. بور لا فات بالنسبه للحفله، ماميغا بريباري، مفيش تبعية مع أفوار، أنا عايز اسم مفعول. بريباري جهزت الحلويات. إير مونا إي، خلي بالك إن هنا فيرب إتري يبقى لابد من وجود تبعية. رونتري، رونتري على ميزون تروتارد، عادت متأخرة جدا. فوندردي دورنيير نو زافو فواياجي، طبعا فيرب أفوار ما بياخدش تبعية يبقى هاخد فواياجي. ساميدي دورنيير لي جوير، اللاعبين تدربوا، واخدة تبعية أهو.
طب هو ده من الـ14؟ لا، يبقى ذو ضميرين. طالما واخد تبعيه ومش من الـ14 يبقى هو ذو ضميرين. Hier ams Jean promené à la compagnie. فيرب بروموني واخد حرف جر بعده يبقى هو فعل ذو ضميرين اهو. يتنزه جان، يتنزه. هير مونا اي، مونا واخده تبعيه او على اساس ان قبلها فيرب اتر، لان احنا عارفين ان اتر بياخد ايه تبعيه. سامدي دورنيير، السبت الماضي. ما فامي عائلتي ايطالي، لان عائلتي مفرد مؤنث هتاخد تبعيه او مع فيرب اتر. مسيو فوزيت علي، ما فيش تبعيه هنا لان فو عايد على مين؟ ها، على مسيو. خلي بالك ان فو الفعل بتاعها هيتصرف عادي خالص، ما فيش مشكله فوزيت، لكن التبعيه اعتبار اسم المفعول كصفه وتابعه للفاعل، الفاعل هنا عايد على كلمه مسيو. مسيو مفرد مذكر ملوش تبعيه عندنا. ميكو بقى جمع مذكر، يبقى فو هنا لها تبعيه اس. Hier je l'ai affé. طبعا affé هنا واضحة ملهاش تبعية عندنا. مدام فوزات، الفو عايدة على مدام مؤنث، يبقى ناخد تبعية أ. لاحظ حتة التبعية كويس قوي. احنا قلنا زي ما قلنا مع بعض ان التبعية بتيجي مع اتر وسلمون، يعني مع اتر بس، ما بتجيش مع افوار، لان تبعية اتر تبعية فاعل، اما تبعية افوار تبعية مفعول. فده شق وده شق تاني خالص، وده موجود شرحه في شرح الماضي المركب، اعتقد ان انا سبته في الفيديو اللي فات وهنحطه برضو في الفيديو ده. ماكسيم سون بورتابل، يبقى فقد. ابردي ايير، كلمة ايير هي اللي خلتني اروح اقول فقد. ايير امس تولي باتوتو، جمع مذكر طبعا. سريت دون لابورت سي سون تاريتي، داكور سي سون تاريتي، توقفوا. طبعا انت واخد بالك ان التبعيه هنا اس بس عشان كلمه باتو جمع مذكر. يير سوار، امس مساء. نو سوم زالي او تياتر، نحن ذهبنا الى المسرح. تولي باسون، جمع مذكر اهي. اونلي، طبعا مفيش تبعيه هنا، انا هصرف بس مع فيرب لير، فهحط قبله ابوار طبعا، وجبنا اسم مفعول منه لا لي، بالاضافه ان تولي باسون كفاعل بتساوي ضمير الى فيكاس. هير امس مين بارون، مين بارون بتساوي ضمير الى فيكاس، يبقى سون بارتي. انا هنا ببص دايما للكلمه اللي ادتني اشاره، عندي ساو في اشاره عندي للباسي كومبزي. هير سواغ، امس مساء. دينا تاغدا، يبقى دينا سيكوشي تا سيكوشي، سيكوشي واخده تبعيه هنا زيادة مع الفعل عشان في إير. إير أمس أيرو بارك أليت علي، شوف أنا محافظ دايما على التبعية طالما في مؤنث في فيرب آتر. لو جو إي ديليسيون، يعني العصير لذيذ. نو أون بوفو، طبعا نفتكر أون طبعا، ودايما بتيجي مع الأفعال اللي بتاخد أدوات تجزئة أو بتدل على الأكل والشرب والشراء والبيع عندنا. Qu'est-ce que tes cousins savent؟ الفاعل هنا مين؟ تي كوزان. تي كوزان بيعادل الضمير الى فيك اس. ها، la vie à la campagne est plus intéressant que en ville. هنا طبعا طالما في بعد النقط صفه ثم كو، يبقى انا كده في الكومباريزون، في المقارنه. مقارنه صفه يبقى هاخد بلو، لاني بدور على حاجه لا فيها دو ولا بعدها كو على طول. فارم، طبعا كلمه فارم مزرعه دي مؤنث، هتبقى ساد فارم، لان احنا عارفين الكلمات اللي بتنتهي بام او فمعظمها مذكر، ما عدا بعض الكلمات البسيطه اللي منها كلمه فارم، كلمه بريم الى اخره. نمرو سانك، رقم خمسة. جوليان في دو في تي تي. هنا في مقارنة، بس المقارنة ايه؟ مقارنة فعل، لان ما فيش كو في الجملة، يبقى اخد بلو كو على بعضها. دوما، غدا، بتدل على المستقبل. مونا فا سورتير، طبعا دوما بتدل على المستقبل، والمستقبل بيقول ايه؟ فيرب الي في المضارع زي الاسم مفعول من الفعل. برضو فيرب عليه في المضارع زائد مصدر فعل.
نمرو سات رقم سبعة سو تروف لا غار سي ان فاس دو ميزي يبقى اين لانه هنا داني مكان نقول اللي بعدها نمرو ويت فاتي او ريستورون بور دو جونير دائما ما بيبقى في بور زائد مصدر فعلي يبقى سؤالي بيكون ببوركوا يغام سو لوكيب سونتريني طبعا هنا واخد بالك ان الفريق تدرب في الاستاد ففي تبعيه او Je suis contre ton idée, أنا ضد فكرتك طبعا. دسير حلويات جمع مذكر طبعا هتاخد كل. علي في فاصلة في نقطتين في علامة تعجب وبعدها نقط يبقى ده أمر. علي مفرد يبقى هصرف الفعل مع الضمير تي وهحذف الأس من الضمير من الفعل طالما أنا بصرف مع ضمير تي. داكو. دانيال برضو فيها فاصلة. يبقى ده أمر يبقى أمر مع ضمير تي يبقى أتون انتظرني ديفون لاغار أمام المحط دايما حط الترجمة قوي في دماغك إن أنت تعرف تترجم الجملة كويس يعني الترجمة هي تسند معاك إن أنت يعني تبرر الإجابة بتاعتك تبقى أنت متأكد منها تعمل جستيفي ليها علي سيلبر سون انيفرسير يعني علي بيحتفل بعيد ميلاده ايل في ان فات شلوي عامل حفله عنده هو ده ضمير التوكيد الموجود طب واحد يقول لي مسيو طب هو عامل حفله عنده خلينا تبع القاعده داكو القاعده بتقول ها عامل حفله عندها المعنى ممكن يكون سليم مفيش مشكله كان المفروض ان انا اتفادى كلمه ايه قال هنا كي تنفيت على فات من تدعو في الحفلة جي ننفيت بيرسون أنا لن لقيت كي لقيت نفي يبقى أنا هاخد بيرسون المعنى هو بيقول لك لن أدعو أحد لي زادو يعني الشباب دي دلتا بلان طبعا عارف ان فيرب فير هو اللي بياخد دو بعده دي طبعا مع المذكر الجملة اللي بعدها قال له جو سويز على لا مار يبقى أين أنت فعلت أمس ولا ماذا فعلت أمس؟ ماذا؟ كاسكو طبعا كاسكو تيا في هيغ ماذا فعلت أمس؟ جو سويز على لا مار أنا ذهبت إلى البحر. تي نيفا با لا مار ألن تذهب إلى البحر؟ فقال له جو فا لا مونتاني. خلف بقى خلف أهو. ألا مار ألا مونتاني. يبقى هقول نو طالما في الجملة سواء كان سؤال مثبت أو منفي والجملة التانية فيها اختلاف أو نفي يبقى بحط نو على طول نضع نو مباشرة اختلاف أو نفي طيب على لا فيلا شايف صفة بعدها كو يبقى أدور على بلو أو أدور على حاجة ما فيهاش لا دو في المقارنة بقى أنا عارف المقارنة بلو طبعا أنا بستبعد كلمة بكو الأخرانية خالص على أساس إنها مش في المقارنة ما بتجيش مع كو avant hier قبل امس يبقى انا عايز زمن ماضي يا ماضي مركب يا ماضي ايه حديث بس الماضي المركب هو الاقوى عندنا عشان avant hier طب avant hier علي ا اورجانيزي ماضي مركب بيتكون من avoir زائد اسم المفعول من الفعل او être طبعا عندي هنا فيرب اورجانيزي مش من الافعال 14 ولا ذو ضميرين يبقى هياخد المساعد avoir قبله جيجو على بيتونك جيجو ليه خدت جو عشان حرف الجر انا عارف ان جو بيجي بعد حرف الجر Au dinar, في العشاء, je mange de la confiture. مربى طبعا مؤنث وكل الاخر تير احنا عارفين انه مؤنث. Vous dites quelque chose, je ne dis rien. اما بلاقي كلمة quelque chose, ben في بير rien. Hier امس, il a passé. احنا عندنا حكمة دايما قالها مسيو اسامة. كانت لذيذة قوي. يقول لك لو ما لقيتش شيء ولا بار اختار افوار من غير ما تحتار على طول كده يبقى لو ما لقيتش شيء او بار بعد بصي من غير شيء وبار بختار افوار من غير ما احتار طبعا دي جمله شهيره بتاع مسيو سام تي دو فير اسي دو سبور طبعا دي سبور لان في ظرف من ظروف الكميه فخدنا دو على اساس ان احنا حولناها ما مير مي 200 جرام طبعا جرام برضو بتعتبر كميه فهناخد دو بوركوا لماذا انت تتدرب كثيرا بور غانيه لان بور بيجي بعدها مصدر فعل ما صيغه مال او فونتر فونتر يعني بطن طبعا وانا عارف ان فونتر وفيزاج وكود دول مذكر في اخرهم او
Est-ce que tu vas encore? شايف في كلمة encore يبقى أكيد هروح لو بلو. J'achète du pain dans cette plongerie, المخبز طبعا مؤنث. Nous faisons de la Corse. Nous faisons de la Corse. La fête, c'est quand? امتى؟ ما فيش امتى يبقى في اكلر في اي ساعة لان امنوي واميدي بتعتبر ساعات ديترميني محددة لان دي بتدل على 12 بالليل او 12 بالنهار اللي هي كلمة اميدي يير امس ميزامي ميزامي اصدقائي على مونتان يبقى سونتالي سونتالي ميزامي هنا جمع مذكر طبعا أوبيتي دو جونير في الفطار جي مانج دي فرماج أنا باكل جبنة دي فرماج لأن كلمة طبعا جبنة مذكر كاسكو تي فو ماذا تريد جو نيفو غيا أنا لا أريد شيء لأن كوبتي تنافي بريا جوليا أفيرواد دون لوي أعطيه لو مانتون اديله الإيه البالطو لان لوي هنا عايده على مين على جان خد جان حطه في الجمله الثانيه هتبقى جان دون جان اعطي الى جان جوليان برضو جوليان دوما غدا جو في سورتير انا سوف اخرج طبعا مستقبل بيتكون من الف في المضارع زائد اسم المصدر مصدر الفعل مصدر الفعل علي غورمون كو سون فرير عايز حاجه لا فيها دو ولا فيها بعدها مباشرة يبقى هاخد سي طبعا كوم مستبعدة لنا مش في المقارنة جو مونج بوكو دو ديسير او حاجة فيها دو يبقى ان بو دو ديسير الجملة اللي بعدها ديكوراسيون طبعا ديكوراسيون جمع مؤنث مسيو تبقى هدور على فعل في ازاد لان مسيو هنا امر جاء بعد فاصلة او علامة تعجب او نقطتين زي ما بنقولوا يبقى احنا بناخد على طول امر Vous allez à la patinoire. شوف النفي قلنا jamais يبقى انا عايز كلمة toujours يا souvent يا parfois يا quelquefois يا quand ma maison est à la gare طيب هنا مكتوب لا مش هينفع اخد دي طبعا مستبعدة لان ده اساسا ادغام مش هينفع يجي بعده لا à gauche عايزة برضو دو سو المعنى مش مناسب المنزل تحت المحطة en face de la gare المعنى هنا يعتبر مناسب بالنسبة les supermarchés vont de pont كلمة الجيم خضروات مذكر احنا قلنا الاخر ام او فهو مذكر غالبا زي كلمة ام زي كلمة الجيم زي كلمة جرام الى اخره عندنا إير أمس ميزامي أصدقائي سيسون أميزو تسلوا أو استمتعوا طبعا أنا بسأل نفسي هنا في تبعية بقى أنا عايز إت تكو تبعية مع اسم مفعول يبقى أنا عايز إت ده السؤال اللي أنا بسأله طيب هو أميزو من 14 لا مش منهم يبقى أروح لإيه؟ لزو ضميري يعني خلي دايما سؤالك ها تبعية خد إت ده مش من 14 يبقى ده زو ضميري À qui tu penses يعني في أي إلى من تفكر أو في من تفكر je ne pense à personne أنا لا أفكر في أحد كتاب صوم من غائب يبقى personne n'est pas absent d'accord oui رقم 8 كتاب صوم من الغائب فطبعا بنقوله personne n'est pas absent personne n'est absent personne n'est absent نمرو 9 رقم 9 فو باسي باسي مش واخده تبعيه مع ان في فو موجوده هنا يبقى على طول بتروح تاخد افوار وبعدين انت عندك حاجه مهمه قوي ان زي ما قلنا ان باسي لو غير مسبوق بمفعول مباشر ها ففي الحاله دي ما ياخدش ايه تبعيه مي بارون والدي ها بواف يشربون قهوه في التراس À quoi tu penses يعني في أي شيء أنت تفكر je ne pense à هنا ما بلاقي à quoi زي ما أنتم شايفين طبعا à quoi à quoi وكلمة كو وكاسك وأي شيء غير عاقل كلمة quelque chose بدون نفي بإيه pour rien يبقى je ne pense à rien عندي كمان حاجة مهمة قوي إن حرف جر أما يبقى في حرف جر في النفي في نو أهي وفي حرف جر عندي يبقى أنا ما قداميش الاختيارين يا بيرسون يا ريان المعنى هو اللي بيحكم عليا طبعا وترجمتي صحيحه
نقول وي كون دورنيير، كلمة دورنيير دلت على الماضي، يبقى نو سون باسي ولا نو زافو باسي. نو زافو باسي لأن في فيرب باسي جا بعده مفعول مباشر. باسي جا بعده مفعول مباشر. جو براتيك لو. طبعا عارف كلمة يوجا هي مبدوءة بحرف الجريج، والجريج طبعا احنا عارفين انه سيمي فويال يعني نص متحرك، احيانا بيجي متحرك واحيانا بيجي ساكن، فهو في الكلمة دي ساكن. Hier amps nous au cinéma, nous allons au cinéma, voilà nous allons aller, nous sommes allés طبعا. دماضي مركب يبقى هناخد sommes allés. Hier amps nous à la piscine, يبقى nous sommes allés. نحن نذهب إلى حمام السباحة. Hier soir nous la soirée, بنقضي السهر، نقضي بقى هو بصي. Hier soir, ils du voyage, ben, ils sont arrivés du voyage ou à Salomine al-Hafla. Ah, tu m'as dit. Ma dit Mourakkab, taban. Le بعدها, hier soir, nous à Paris, ben, nous avons voyagé, nous safarna ila Paris. Samedi dernier, السبت الماضي, je l'y est allé. خدنا شوف في تبعية خد اتر على طول. Hier امس hier elle au parc elle est allée، هي ذهبت الى الحديقة. طيب نرجع كده بقى نفتكر بقى الوحدة الأولى أسئلة منها. Je vous conseille دون عايز مصدر فعل بعد دو يبقى فاغ، بنصحك أن تمارس رياضة. Mes amis sont en France، يعني أصدقائي بيكونوا في فرنسا. Je leur écris، أنا أكتب لهم إيميل. طبعا عندك مفعول مباشر، أنت محتاج مفعول غير مباشر. عيد على مين؟ أنا بكتب لمين؟ لأصدقائي. سارة أو بلاي ساراكت، يعني سارة نسيت المضرب بتاعها، أنا هسلفها مضربي. هسلف لمين؟ لسارة. فيرب بريتي بياخد حرف جر، يبقى هناخد لوي. La natation c'est assez motivant. بعد سي دائما انا عندي صفه مفرد مذكر. Je joue au handball. Cette balle est rouge. اللي بعدها دو كوا طبعا. Tu as besoin pour jouer au football. يعني انت محتاج ايه للعب كره القدم. Je ne fais pas sport extrême. يبقى هنا طبعا الجمله منفيه هناخد دو. Monsieur Savou. الاحترام. Mes parents sont à Paris, je les attends. انا بنتظرهم. Quel est ton activité préférée؟ ما نشاطك المفضل؟ Les sports extrêmes sont violents. الرياضات الخطيرة بتكون عنيفة. Je pratique le badminton. بعد كده في الوحدة الثانية سي ريستوران اوفر دو ريبا شو، كلمة ريبا طبعا معناها وجبات ودي جمع مذكر. بلا دي جمع مذكر هياخد كالافيك اس اهي. ني مونج با بوكو دو، بوكو دو طبعا عشان ده ظرف كمية. فارين فقال له ايه؟ بص الإجابة الأول كده قال له 500 جرام، يبقى كومبيان دو فارين، كم من الدقيق. ما ميزون ايت ان فاس دي سوبر مارشي، يبقى دي عشان كلمة سوبر ماركت دي مذكر. يبا هنا جامع عشان الفعل اتصرف مع إلى ويك اس، يبقى سيري با. ما سيغ سو فيغ لا كويزين. مونا اي بلو غورموند، او هنا اوسي اوسي هناخد اوسي لانها اللي بتدل على المقارنة مع الصفة، هي كلمة اوسي الوحيدة المناسبة هنا. أجوتي أسيد دو سكر، يعني أضف كمية كافية من السكر. دون لو جاتو مي، وبعدين فارين، فارين عايز حاجة فيها دو في المقارنة، يبقى هاخد بلو دو. جو بريفير لو ديابلو مينت، إل أمبواف توجور، إل أمبوا توجور، هو يشربه دائما. جاشيتا دي ديسير على باتيسري، هنا باتيسري جمع، يبقى هناخد او. Je mange des fruits. انا باكل فاكهه اقل من اخويا، يبقى وان كو، لان المقارنه هنا مقارنه ايه؟ فيرب، فباخد حاجه فيها كو. لو سينما اي ديفون لو بارك، امام الحديقه طبعا لو موجوده، فمش محتاج ان انا بقى اخد حاجه بتاخد دو. لو ويكوند في عطله نهايه الاسبوع الماضي. جو مالير على فوريه، انا بذهب الى الغابه. سات التي هذا الصيف، طبعا كل فصول السنة مذكر بتاخد سات، ما عدا الربيع بياخد سو.
le groupe d'ado وبعدين فون طبعا بدون و ولي لو جروب لو 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 مذكر هنا لو مذكر فهنا هستبعد طبعا فون. Je vais à la mer, le temps est à Tarsiakoum. L'été prochain, Sif al-Khadim, elle va voyager en France et elle va te faire la France. Tu n'es pas photographe, alors je suis photographe si. Les gars, tu as la même chose, même si tu as la même. L'armoire est en désordre, yani bikoun ghir murattab. Je suis ana haratib, je suis non. Tu dois l'arranger, yajib an turattib. Pardon, le wad mutakhir, الواحد بيقرا بالعافيه. Le feuille des arbres, awraq al ashjar sont vertes, vertes. طبعا هنا جمع مؤنث. Mon père, والدي, dans deux jours, في خلال يومين, يبقى ده مستقبل, يبقى va arriver. Il y a une heure dans ma hadith, taban, Ali vient de faire. Je ne viens pas du Maroc, taban, on peut passer sur le nafi, hein, عشان ده حرف جر. La blouse, elle blouse, بتكون bleu marine, taban, الصفة اللي بعدها صفة كمان المشتركة يعني ما بتبقى كما هي. Le gâteau, c'est à qui? إنه إلى من? فعل سي à Marie. Hier, أمس, ma soeur a fait. ولا أديكوري ولا أبصي أبصي طبعا لأن بصي الأسبراتير يشغل المكنسة. هير أمس دانيال سيكوبي اهتم دو لا ميزيك بيهتم بالموسيقى. سيكوبي يعني يهتم ده فعل ذو ضميرين. هير أمس موم جران بير جدي أبروموني نزه كلبه أبروموني. طالما في مفعول مباشر يبقى على طول هاخد بروموني ما اعتبروش فعل ذو ضمير. في نمرو 5 je ne joue pas du violon طبعا الفيرب جوير متصرش بالنافية هو بيدرب لعيبة يبقى علي إموا أوني علي هتاخد تبعية اس هنا طبعا عشان او عايدة على علي وانا سيمتا هذا الصباح دي بتدل على الماضي دانيال أبريباري بور لو ماتش دانيال بيجهز نفسه للمباراة يجهز نفسه يبقى سي بريباري يجهز نفسه أيوة لكن أبريباري لو خدت مفعول يبقى يجهز أو يعد حاجة تانية. هير أمس نو باسيلا طبعا هنا في مفعول مباشر يبقى حافظ أفوار يبقى نو زافو. ألفت في الحفلة سارة مونج فيكو هنا في اسم بعدها خد حاجة فيها دو يبقى مون دو. موناكون اسك تو اي الي الي طبعا هتاخد قول انا عايد على مونا تيبا بري لو دينر يعني انت تناولت العشاء مع مين افيك كي فرد قال له افيك بيرسون اين انت والصيف الماضي بان انت قضيت الصيف الماضي ابصي اللي بعدها اجور دوي النهارده نو زافو ان كونجي ولا نو سوم نو سوم طبعا احنا بنكون في عطل اتر ان كونجي يكون في عطلة افوار بقى بتبقى ايه افوار كونجي او افوار دي كونجي تي دون تي دون امانجي او زانيمو فشوف الفعل هنا دوني امانجي بياخد حرف جر اما نوري ما بياخدش حرف جر فهناخد ليه بعدها بقى ليجا توسي فقال له سيتان دي سيرت سيكوا طبعا لانه بيسأل عن توصيفه عن شكله يعني سامديو دورنيير السبت الماضي ألي شي طبعا ألي تالي هي ذهبت شي عند سون جرومبير الجملة اللي بعدها أو الأخيرة اللي أنا أحلها لأني خلاص يعني تعبنا جامد بتقول عندنا دوما غدا Je vais aller à Nice, mais hier je suis parti. D'accord, je vais aller à Nice. نرسي بورفو هنحل بقى الامتحانات في بداية الفيديو الجاي اللي هو الحل الوحدة الرابعة هنحله مع بعض كده بحيث ان انتوا ترجعوه نرسي بورفو شكرا روفار